حدة، هي الحارة من عدة، في مين بيحمي الدار بالحق يسون حدة. عناصر قيادة جاهزين سيدي. رقم 127 بالاستناد إلى قوانين المحكمة العسكرية العليا وإلى قوانين المفوضية السامية الفرنسية في سوريا ولبنان، قررت المحكمة العسكرية ما يلي: يحكم على كل من هشام حمصاني الملقب بأبو شهاب، وعلى المدعو بهجة الشامي الملقب بأبو حاتم، وعلى مجموعتهم المؤلفة من 15 مخرباً من حارة الضبع، بالإعدام شنقاً حتى الموت. تبلغ الجهات التنفيذية في الدرك بالبحث وتنفيذ ما ورد في الحكم المذكور.
المفوض السامي العام لقوات الجمهورية الفرنسية في الشرق شارل دومارتيل. الله أكبر! الله أكبر! لا إله إلا الله! لا إله إلا الله! والشهيد حبيب الله! والشهيد حبيب الله! والهلهلتي هل هل ذلك! والهلهلتي هل هل ذلك! والهلهلتي هل هل ذلك! والهلهلتي هل هل ذلك! والهلهلتي يا عروبية! والهلهلتي يا عروبية! واحد منا بيقتل بيا! واحد منا بيقتل بيا! والهلهلتي يا سورية! والهلهلتي يا سورية! واحد منا بيقتل بيا! واحد منا بيقتل بيا! رجال الحارة بدون جهد أبو حاتم. حاتم سمعتي يا شريفة؟ عصام شو عم تحكي انت؟ بوسيد كل خالي يحكوا غير هالحكي. يا خالي حكموا بالإعدام على الكل وعلى أخي أبو شهاب كمان. يعني بدهم يعدموا أخي معتز وجوزي وخالي أبو شهاب وأخي بشير كمان. حكموا على كل اللي طلعوا من الحارة، ما تركوا حدا من شرون. لا 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 حكمون اعدام؟ اي والله عقيد، طقون اعدام كلهم اشي لفه، وما فيهم ابو شهاب. ابو شهاب؟ ليش ابو شهاب معروف وين هو؟ وين هو؟ صحيح ما حدا بيعرف. لمس ابطلني الدكان، هلا بيجيب الحكم. الله معك عقيد، الله معك والدرب سلطاني. لا ما طقون اعدام كلهم، كبيره هي، كبيره كتير. يا لطيف يا لطيف. قولي منيح ما كنت من اهالي حاره الطبع والله. بعرف بعد هالخبرية اللي سمعتها مالي على بعض بنوب اسودت الدنيا بوشي، كأنه حدا ضاربني على راسي ضربة وما عم بقدر اصحى منها بنوب. هالحكم اللي صدر بحق الشباب ظلم بظلم. اي أيوة والله ظلم بظلم يا مختار. على كل حال الكتلة الوطنية دعت الزعامات والوجهات لاجتماع عاجل لحتى يبطوا الرأي باللي صار. الشام كلها لازم تقوم يا مختار. اللي صار ما له سهل بنوب، هذول جماعة اشراف واللي عملوه بيعملوا كل واحد في براسه دينه ولخمه وشرف. اي والله اكيد الليله رح يتوصلوا لقرار ان شاء الله. مختار نحن بإبرة الطيبين واللي بيقولوا ما فينا عليه. تعريف نحن لازم نبلغ الشباب ونحذرهم ونوصلهم اللي صار. حاكم اذا بينكمش حدا منهم بتروح عليه والله. ولا يهمك مختار، انا ناوي اروح لعندهم وخبرهم باللي صار. سلام. حكمونا اعدام؟ ماشي معتز وين راح؟ ولا لحب الحوض بلا ما يعمل شي شغلي ما لم يحصل بتاع فتحك ابو النار. مور حسن بتقول لابو صياح انه رجالي برقبتي وقل له يطمن ويرتاح، باذن الله ما بيصير الا كل خير. بسيطه يا اولاد الكل. Commandant, rassurez-vous, j'ai toutes les autorisations qui me permettent de stopper avec force toutes ces manifestations. Et l'important, c'est que cette force soit mobilisée 24 heures sur 24. Continuez à encercler le quartier d'Ataba, car je voudrais que ses habitants sentent que leur vie ne tient plus qu'à un fil, et qu'ils sachent que leurs hommes qui ont pris la fuite sont entièrement responsables de ce qui s'est passé. وينك؟ وينك؟ تحي معتز؟ اه والله. علي ابو العز. شو بو؟ شو معرفني؟
هيا عم يا ابو حاتم كمان تعالوا شوفوا له في محلات حكمونا عدام ولاد الكلب والله يا فرجي انه حكمي عليه اسرع من حكمون علينا الكعونا الكعونا لا يا مهدس اوعك اوعك تغلط هالغلطة قتل الضابة شغلة سهلة كتير رصاصة براسه وبينتقي بس احنا مو هيك ولا هيك تربينا ولا هيك ديننا هدول الاسرى امانة برقبتنا امانة برقبتنا الحفاظ عليهم واجب علينا اهدى بصلي على النبي يرحم عيون بيك قتلك للضابط ما رح يحل المشكله بنوب بالعكس هني اصلا لو سائلين عن الاسر اشياتهم اللي عنا ما كانوا حكمونا بالاعدام فليش لحتى توسخ ايدك فيه؟ اتركه نحن الحق معنا وربك من عالي سما ناصرنا الله عز وجل قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم شو بدك احسن مني؟ اعطيني هالفرد الله يرضى عليك اعطيني اياه يرحم عيون بيك الله يرضى عليك خير ما عملت يا ابني خير ما عملت حكم الاعدام اللي طلع بحقنا ولا يهمك بنوب رمي بفضارك لانه نحن عم ندافع عن الحق وربك عز وجل ناصرنا رجعوا الأسير لمحله وكرموه هدول أمانة برقبتنا يا معتز وين أراضيك يا أمي وين أراضيك يا مو صلي على النبي يا مو يا رب يحميك يا رب معتز بخير يا مو طولي بالك نحن لقينا الكمامة طمني بورا كيف صارت مرت عمي ان شاء الله احسن ان شاء الله احسن سلم ايديكي روحي طمني على بنتك ايه والله يلا يا مو جلسي تقبريني عشان تشربي اليوم يا مو على مهل بسم الله الرحمن الرحيم شو بدنا نعمل خالي شو بدنا نعمل والله الحاله مع الطنطار والله ما بعرف يا خالي ما بعرف ايدينا ورجلينا مربطين حسبي الله ونعم الوكيل فيه هون حسبي الله ونعم الوكيل فيه هون طيب خالي نحن ما لازم نوصل خبر للشباب على هالمصيبه اللي صابتنا اكل هم ما يوصلون الخبر ما الشام كلياته دري بعدين ابو صياح والشباب بيخبروه ابن عمي لك شو وين ابن عمي الله يخليك الصغيره حرارتها مرتفعه كثير دبري حالك شو اعمل لك يعني لطفيه شو اعمل لك هدي حالك عصام شبنا امك تعبانه والله يا خالي ما عم بعرف منين بدي لاقيها من هون ولا من هون أنا رايح على الحمام آخذ رجال وعلى المضافة اطمن على أمك والحقنا السلام عليكم وعليكم السلام استغفر الله العظيم حالي بكي يا شهيرة شو شايفتي معلق على الحبل المشنقة شو بدك يعني استنى لي يتعلق على حبل المشنقة لحتى ابكي وينها جميلة هلا يا لا قامت قلبي عليها ما رفعت راسها من على المخده من ما قدريت بالخبر لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ما لنا غير الصلاه والصبر والدعاء بالفرج يا شهيره يا رب انا فايت صلي ركعتين تقبل الله ابن عمي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا حي يا حي يا حي
جمال عم يلغادي. جمال شو وينهم الشباب؟ قال طلعوا دورية، سمعوا صوت الواصل هذيك الناحية. يا الله شوف ابني معتز، أنا بعد حالي مثل مرحوم أبوك رحمة الله عليه، وما بدي إياك تزعل مني إذا حكيت معك كلمة هيك ولا هيك. أنا ما بزعل منك عمي، إيش من حكيت أنت؟ ما بزعل منك، بس يعني هي كلياتها هيك طلوع خلق، كان جا عبالي يقتلهم وخلص عليهم وخلصت القصة. الله كبير يا ابني، الله كبير ويفرج علينا. أنا بدي فوت الليلة على الحارة عمي. الليلة؟ إيه الليلة، بدي فوت شقر على الوالدة واطمن عليها. بس لك ابني نحن صار وضعنا خطير كتير، وإذا لا سمح الله لأعطوك أو حدا فسد عليك وعملوا لك كمين، شغلتك كبيرة. وإيش كان عمي وإيش كان؟ اللي كاتبه رب العالمين بده يصير، وأنا قبلان بحكمه حتى لو بده يعدموني. إيه ونعم بالله، خلينا نفكر فيها ونحسبها منيح ابني. ما عم بعرف ليش هيك عم بيصير معنا، يمكن بعدنا نايمين ولساتنا ما فقنا. مرات بفكر حالي لساتني غفلاني، ورح فيق بعد شوي لاقي ابن عمي جنبي وابوك رجع على البيت وايام الحاره رجعت مثل ما كانت. بس الوقت عم بيمر بسرعه، احنا ما عم نفي. يا ترى لان احنا في حقيقه ولا منا؟ خايفه، خايفه يا مطيعه، خايفه شي يوم اصحى الاقي حالي نسياني تقطيع وشو لابن عمي ومضيع ملامح ابي من الخوف والرعب. خايفة، خايفة كتير. ما في شي بدون اختي، ما في شي بدون. قال الدنيا بتعبس بوش الواحد بس بعدين بتضحك له. صدقيني صدقيني يا اختي انه بكرة رح يكون احلى من اليوم. امتى؟ امتى رح يجي بكرة؟ طول كتير يا امتي يا طول كتير. يا ترى شو أخبارك يا زهرة؟ كيف محمد؟ خذوا لبدر، هاي عروسة زعتر وزين. ما قلت لك بدي لبنة؟ مو لا يقوم ابوك ويتلحلح ويجيب لي قطرميز اللبنه من اوضه المونه. خير ما بدي اكلها، خير ما بدي اكلها، كلها ولا كلها احسن ما احرمك من الاكل ثلاث ايام. عم بضيع كلها، قال هذا اللي ناقص، ما بيكفيني ابوك. احم احم، يا ترى مين اللي اخذ لك عقلاتك ابو بدر؟ فوزيه. نعم. هلا بيموتوا رجال الحاره اذا انعدموا. يي إلهي إلهي بلحقك باللي خلفتك، لا بيحيوا من جديد يا بعدي. يعني العديد أبو شهاب وأب حاتم وأب ديبو وأب بشير وأب قاسم وعصام وعبده وكل رجال الحارة الباقيين ومعتز أكيد بيموتوا. هلا حبيته لمعتز؟ تعري صحيح القط ما بيحب إلا قناه، ولك كان عاملك ملطشت الحارة. شو عليه فوزية شو عليه؟ هذا جاري، بعدين أبوه الله يرحمه كان كتير غالي علي، ومهما عمل فيني ما رح أزعل منه. والله فيك الخير والبركة يا ابن عمي. لا صولي صولي يا حرمة. ايوه تعرف أبو بدر كان لازم تكون مع رجال الحارة ويحكموك إعدام معهم. لا شو بكي فوزية انت، شو بكي؟ شو بدك يعني نحبس؟ شو بدك يعني علوني على حبل المشنقة؟ شو مالي معبي عينك أنا؟ بعدين إذا شايفتيني كل هالقد أرقى بترك لك البيت ما بعود برجع. ها زعلت تشكل قاسي؟ زعلت لك ما زعلت؟ انا ادمي ومتربي ببيت اهلي وما بدي مد ايدي عليك واضربك، بس اذا طلع جناني بعمله بالويلك حلكك. انا رايح. لا هذا مو ابو بدر اللي بعرفه، شو صار له؟ ابن عمي زكاتك وانت راجع، جيب لي معك كم سفرجله.
عم بتوحى. لا ما رح اجيب شيء. في وحده بتطلب هيك بس فرجه؟ ولادي مخلصينا، لسه ما قضيتي لي اياها وحام، ما حاسه حالك طولتي؟ اضرب عليها قلبي بنوبي حصرتي. لك استني استني قبل ما تفوتي. شو بدي؟ يرضالي على اسمك بدي جيبي لي شوية كاس. منين بدي اجيب لك الكاس؟ من عندك من البيت. اي والله ما عندي ريحته. ام زكي خابستك وعجنتك انا، وبعرفك انك بدكني على الخبز اليابس وعود القش. لك تروحي خنق على هالكلام اللي بيهز البدن هز. عم اقول لك ما عندي ريحته ولا عندي نقطة كاس وما بتصدقيني؟ يا ربي دخيلك شو هالعيشة، يستغفر الله العلي العظيم. يعني لا كاز ولا أكل ولا شرب، شلون بدنا نعيش يعني؟ يعني نعيش بعيد؟ لا خلاص ضبي لسانك بحلك بليكي بقطعه. لا حروح قتل على بيوت الحارة بيت بيت حتى أجيب لك شوية كاز. لا لا دخيلك ببوس إيدك لا تلفي على الحارة بيت بيت، لأنك بتروحي ما بترجعي. بكفي تمر إلى عند الشيخ عبد العليم أو الفران أبو بشير وهن بيأمنونا شوية كاز. لك فهمت فهمت يا لطيف، شو بصلتك محروقة. امزكي امزكي شو بدي؟ اذا اجيتي لعندي وما لقيتيني الحقيني لعند سعاد خانو. صباح الخير. صباح الخيرات. تفضل. زهورات تروق دمك. يسلم ايديك يا خالتي. وايديك والله ذكرتيني بامي محنيتها علي. الرب يرحمها ويحسن إليها. أخذت الدواء اليوم؟ إيه أخذته. وين كنتي خالتي؟ استفقدت لك وما لقيتك. طلعت على الحارة جبت شوية خضر. خير خالتي في شي؟ لا يا ابني لا ما في شي. شكله صاير شي. شوفي. آه شو بدي أحكي لك؟ لا أحكي لك. في أخبار ما بتسوى يا خاطر. شو صاير خالي؟ قال طلع حكم بالإعدام على كل يلي هربوا من حارتكم. يا سيدي صدقني ما نسيت، بعرف أنه صفحي هو اللي خطف الضابط، وبعرف أنه سمعوا دركي وهو تعاون مع صفحي وهربوا من المخفر. شلو سيدي؟ عم يدوروا عناصري، عم يدوروا يا سيدي للبع نهار ما عم يقصروا. ما بعرف يا سيدي، الله أعلم. يعني ما بعرف إيش كان صفحي وسمعوا انضموا لجماعة أبو حسن ولا ما انضموا. حاضر سيدي، صدقني ما عملنا بليل مع نهار رحنا عم نبحث عنه، عم ندور عليه سيدي، إلا ما نمسكه. حاضر سيدي، راح نفتح عيوننا على آخر. تؤمر سيدي، احترامي. الله معكم سيدي. إيش لو بدي له يعني؟ بعرف إنه سمعه وصبحي راحوا لعند جماعة أبو حسن وصاروا معهم، بس ما فيني إلا بدي أقول لي منين دريت أنت شو عرفك؟ ادخل. احترامي سيدي. خير سيدي بعت وراي. انزل على النظارة، بتطالعوا لهذا الغبي اللي اسمه نوري، بس بتفهموا ما بدي اشوفه حوالين المخفر بنوب، واذا شفته بدي اقصله رجليه. حاضر سيدي. لك شو الخبرية هي يا ابو جوداد؟ والله ما كانت لا على البال ولا على القاطر. امر باعدام رجال حارة الضبع كله وصبحي وسمعوا يا عيني. هلا بيشتفى قلبي فيكم كلكم يا حارة الطبع، لحتى تعرفوا هذا جزاء كل واحد بيوقف بوش ابو جودت. Thank you.
اكيد ابو صياح والشباب ما رح يتركونا، بس الظاهر انه هالكام يوم اخذين صحياتهم لحتى تهدى الاحوال. علي عمي ابو خاطر. وعليكم السلام. اهلا وسهلا يا ابو خاطر. ليش عليك؟ هيك بتعملوا فيي يا جماعه؟ خير ابو خاطر؟ شو في؟ انا كثير زعلان منكم، تجتمعوا وتخبروني. والله الحق معك يا ابو خاطر وحقك علينا، بس نحن ما حبينا نجعزك. زهره بتقبري قلبي، حاجه تبكي، ما نشفت دموعك من البكي. بعدين شبكي، خلي إيمانك بالله كبير، ما بيصير إلا اللي كاتبه رب العالمين. بعدين هي أنا قديش استنيته لمعتز، وكنت كل يوم أحلم أمتى بده يصير عرسنا. أنا بعرف إنك زعلانة على رياض، بس صدقيني صدقيني بلحظة ممكن يتغير كل شيء. بعدين اللي صار مع أبوكي وخاطر عطاني أمل لقدام كتير كبير. بس انتي هدي وروقي، يا جماعة أنا عندي كيس برغول وكيس طحين وعندي سمنة وزيت، عطوا حدا لعندي على البيت ياخذهم ويوزعهم على أهل الحارة. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا أبو خالد، والله اشتقنا لحسك معنا بالحارة يا سيدي. كلها الحارة ورجالها خير وبركة. تسلم تسلم يا تسلم. عمي عم خاطر، امتى بدك ترجعونا الكيلة؟ عندك يا ابني. سيك يا ابني، يعطيك العافية. الله يعافيك يا كريم. يا الله يا كريم. أهلين وسهلين مأمون بيك، جنابك نورت الشام. عجزتولي اوضه كويسه؟ احسن اوضه بالاوتيل كله، مثل ما خبرنا ابو صابر صاحب الاوتيل. يلا يعطيك العافيه. الله يعافيك، طالع شنطات البيك لفوق بسرعه. الله الله عليك يا شام، الله عليك يا ياسمين الشام. باينتك صار لك زمان غايب عن الشام مأمون بيك، ما هيك؟ من 45 سنه. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا ابني. شو بدي لك، الحاني فنجان قهوة على الريحة. من عيوني مأمون بيك، شرف ارتاح، دقيقتين وبكون عندك. النمس بده يبيعك بيت، شلون صارت هي؟ فهمني اياها. الله وكيلك قال لي عنده بيت وبده يبيعني اياه. ليكون بده يبيعك بيته. لا لا لا، شو يبيعني بيته؟ بيت واحد غيره. بيت عندنا هون بالحارة؟ ايه هون بالحارة. الله، كله النمس عم يشتغل دلال من وراي وما خبرني، كل شيء بيصير. حكيم هذا النمس واحد سلال، ما بنحزن عنه شو بيطلع منه. لا تؤاخذني يا ابو سطور، في عندي مشوار ضروري. خذ راحتك عبيد. ابو الحكام. مر عبيد. اعمل له كاسه شاي لابو سطور. صار عبيد صار. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو الحكام. مر. على ابو النار متغير علي كثير من يوم اللي عرفته، شو القصه؟ سبحان اللي بيغير ما بيتغير يا ابو سطور. عود سوي لك شاي. بسرعه لقيت شر البيت. لك يا عمي، انا النمس لسه ما بتعرفني. لك على عيني والله عمي النمس. لك علي الحلال، معروفك هذا ما رح بنسى لك يا بحياتي. اخي اعطيني نص حق البيت وانساني ونسان معروف كله، ما قلت لي قديش بدك حقه؟ 350 ورقه. شو ها؟ ما فيك اسعار بنو؟ اخي انا هيك بدي. اخي حل عنا حل عنا وانسان الموضوع كله من شاسه لاساسه. طول بالك نمس، شبك صاير خلقك ضيق؟ بعدين مو انت بدك تاخذ نص حقه للبيت؟ لا صحيح، بس احنا بدنا نبيع البيت، ما بدنا نطفش الزبون. شباب فتح لي مخك شي. طيب سيدي هات لشوف قديش حقه. يعني يعني اكثر من 250. 300 يا دوبو. ماشي بيع نمس، بيعوا شو من جاب يجيب، بيعوا بس بسرعة. ماشي يلا شوف، شرب الشاي وأحيط، اش منه عندي شغل ليوم الشغل. نزلت اليوم على السوق واشتريت شوية موري لحط الضبع، بس بس شو؟
ما ضل معي مصاري لأم كل شيء. ما حسن تشتري إلا كيسين طحين وشوية شماع وتنكة زيت غاز. ماشي الحال ولا يهمك. المهم نفوت هدول للحارة، وأنا رح أعمل دورة على التجار والمعارف. الجماعة ما بيقصروا. مين بده يفوت معك على الحارة؟ أنا وأبو الحكام، لا تعكوا الهم. صدقني يا عقيد، لو فيني فوت معكم ما كنت قصرت. أكيد أنت ما بتقصر يا أبو فارس. أنت خدنا الحمل على أنا إيه وما عليك منها. بالإذن مختار. بأمان الله، الله معكم. يلا حبيبي يلا. بكل خطوة سلامة. يا ترى شو صار معك يا أبو عبدو؟ اسمع أبو عبدو، جناب الكومندان مستعد يسامحك ويعفي عنك إذا بتخبرنا كل شي بتعرفه عن أبو شهاب وأبو حاتم وجماعتهم اللي هربوا من حارة الضبع، وإذا بتدلنا وين مخبهين الضابط والعناصر اللي آسرينهم. مو بس رح يسامحك الكومندان، لا رح يعطيك مكافأة كتير كبيرة. بس أنا ما بعرف شي. والسلاح اللي التقط معك؟ السلاح مو إلي، عناصر الدرك اللي عندكم هنن اللي لبسوني يا تهمي. وخلطوني يا لتاش، وين مسياتي؟ دير بالك اخوي، واصل مشوار وراجع على السريع. حاضر حدو. يعني دنتغيني دي بروغري دو نوتر اكزيستانس انسي، يعني ما في تقدم من وجودنا هون. اهل الحارة كتير متماسكين ومتماسكين بقوة، والقوة ما بيفهمها الا القوة. جدنا. نعم سيدي. انت جاهز لتنفيذ الخطة؟ انا جاهز سيدي، وعناصرنا كلياتهم جاهزين. نحن رح نحاصرهم عن طريق حارتين، هن حارة المسكي وحارة الحواكير، ونفوت عليهم بشكل مفاجئ. خير سيدي. هذا من دائرة الكاتاستخة اللي هي مسؤولة عن مساحة دمشق. طبعا بدنا نشوف إذا في ممرات سرية بتوصل لحارة الضبع. هذا اللي توقعته. خير سيدي شوفي. نحن لازم نراكب أكنية جغل مي اللي بتوصل لحارة الضبع. يا مختار يا مختار. الحاية مختار. خير يا ابني شوفي. العسكر فاتوا على حارتنا وتوزعوا على سطيح اللي بتطلع لحارة الضبع. الله أكبر. وما عرفت ليش فاتوا على الحارة؟ لا مختار ما عرفت. يعني شو أصله من الحركة؟ روح بسرعة شوف شو بصير وخبرني. نحن عقدنا اتفاق، مو هيك يا شيخ عبد العليم؟ عقدنا اتفاق. اتفاق شو؟ ايوه اتفاق انه نحن ما نفوت على الحارة بالنهار وما نفتش البيوت الا وانت معنا. بس انا ما برضى فوت على اي بيت الا اذا كان ابو بشير معي. شوف يا شيخ، زين كلامك كتير منيح وخلينا محترمينك قدام العالم، لانه نحن اللي منقرر مين بيفوت ومين ما بيفوت. وأنا حكيت كلمتي وما بتراجع عنها ولو على قطع رقبتي. وأي بيت بتكون تفوتوه بده يكون معكم أبو بشير وأنا. مين أبو بشير؟ أنا. شرف معنا، وإذا حاولت تعطل التفتيش رح خليك تندم. اللي بيرمش بعينه بتعوصوه. يا بنتي العسكر رح يفتشوا البيت ويروحوا، انتو خلوكم الأوضة. وعلى شو بدنا يفتشوا؟ ان شاء الله يبطلن الهلكة. سليم زيتي على قلة.
باب لقمتنا؟ والله إذا بيطلع غرض تاني من هالبيت رح تشوفوا شي ما بيعجبكم. حطني إيدك ولا إلا من هون. يا قليل الشرف والنخوة والناموس، عم تفوتوا على بيوت ما فيها رجال. إذا مفكرينا نسوانا ونتخبى ورا البواب بتكونوا كتير غلطانين. ولكن انتو شو عم تعملوا انتو؟ ما في بالكم رحمة؟ بدكم تموتوا الناس من الجوع وما ربك بغافل عما تعملون. اسمع يا شيخ عبد العليم، اللعبة صارت على المكشوف. نحن بنعرف انه في مين عم يفوت لكم اكل ومونة واللي بدكم اياه عن طريق سري نحن ما بنعرفه. هو نفس الطريق اللي قدروا رجالكم يهربوا منه ويهربوا عنا صرنا معهم. بقى مشان هيك بدكم تفكروا منيح وتقرروا يا اهل حارة الضبع، يا بتتعاونوا معنا وبتعطونا المعلومات اللي بتفيدنا، يا اما خلي اللي عم يفوتوا لكم اكل ينفعوكم. اسمع، اذا مفكرين بهالعمالكم تكسروا روسنا بتكونوا غلطانين. روحوا اسألوا عنا وعرفوا مع مين عم تتعاملوا، ساعتها بتعرفونا منيح يا حضر الضابط. شحضونا هالكلمة مرة، بتدوا بالسلاحة مع رفقاتو مدينة بالشافة. يا كلاك ولاك اتراك، ما عاد حدا يفوت معنا على اي بيت غيرك يا شيخ عبد العليم. ستي بتقلي خبوا كل المونة لانه العسكر عم ياخدوهم. ماشي فهمت عليك. بتقلك كمان خبري كل الجيران. ايه رح خبر بيت ام عبد الرحمن، وانت بطريقك بتخبر كل البيوت اللي بسقاق ابو حاتم. موعك تنسى حدا؟ يلا تقبرني، دير بالك على الطريق. مع السلامه. مع السلامه. يا نعمتي ان شاء الله الله يجينا. عم قلك العسكر عم يفوتوا على البيوت عم ياخذوا المونه كلها، فبتقلك ستي خبوا المونه بالاول الحريم لانه ما عم يفوتوا عليها. ماشي ماشي، دير بالك على حالك وانت راجع على البيت. سمعتني يا مو؟ يلا الله معك. السلام عليكم. سلم على ستك تقبرني. سمعتي هالسمعة يا ماما؟ ايه سمعت. شريفة خلينا بسرعة ننقل المونة كلها من المطبخ على أوضتكم. يلا يا مو يلا. هلا أنا شي سيدي. ماك شي سيدي. يلا وامتوا يا فوتوا لجوا، ما تخلوا لنا ما تفتشوا فيها. وين صاير؟ تفتش جوا بعد هيك. جوا في حريم. وإذا في حريم بدي فتش الأوضة. بدك تفوت فوت، بس قسما بالله ما بتفوت إلا على جثتي. الله كبير يا ابو شوكت، الله كبير. هدي هدي هدي، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. والعمل شيخي، لازم واحد منا يروح يخبر الشباب اللي صار. الخوف يا جماعه انهم يكونوا عرفوا بامر الاناية. شو الحكي شيخي؟ عرفوا بامر الاناية؟ هيك فهمت من الضابط. الله اكبر، معناتها حدا خبرهم يا رجال، حدا خبرهم كيف عم نفوت ونطلع برات الحاره. مو شرط يكون حدا خبرهم يا ابو قاسم، رح يعرفوا بالأول والأخير، رح يعرفوا، ما في شي بيتخبى عنهم. والحل يا جماعة لازم نوصل الخبر للشباب. شو رأيكم؟ روح خبر أخي أبو تيسير وهو بيروح ببلغ أبو صياح بحارة الباوي. توكل على الله أبو ممتوح وحاول تخبر أخوك. بس العسكر محاوطين الحارة من على الأساطيح كمان، وبجوز والله أعلم ما الحين أخي أبو تيسير يطلع من بيته. يا أبو ممدوح أنت اعمل لي عليك والباقي على الله. الله لا يوفقهم ولا يدر لهم بركة وياخذهم أخذ عزيز مقتدر بجاه كل مين إله جاه عند الله. لك شو هدول؟ بدهم يجوعونا؟ لك ما بدهم يخلونا شي ندلقوا يا أم زكي؟ ربي ربي تفرجيني فيهم يوم بحق جاه النبي. يا رب يا رب عزتك وجلالك وارتفاعك لمكانك تفرج علينا وعلى كل من داء يا حق. مر أخي. أخي فهم علي شو بدي منك.
تبعت حدا على حارة الماوي لعند المختار أبو صياح بالذات. أهلين عمي بتيسير. أهلين حدو. شو بتشرب عمي بتيسير؟ جيب لي كاسة شاي اكرك عجم مثل العادة يا حدو. وعندك واحد اكرك عجم لك تعيده. حاضر. درك ملاحقني من أول ما طلعت من البيت، وأنا ما بقدر أطلع برات الحارة، مشان هيك بدي إياك تروح لعند أبو صياح على حارة الماوي وتخبره اللي راح أقول لك عليه. قول عمي بتيسير عم بسمعك. هيك لكان عملوه؟ إيه، وبيقول لك بتيسير ما تركوا درة طحين أو كسرة خبز ما أخذوها من حارة الضبع، وقال لي كمان إنه العسكر بجوز عرفوا منين عم يفوتوا يطلعوا الشباب على الحارة، وقال لازم تخبر أبو حسن وأبو حاتم. روح أنت لحارتك يا ابني وخلي عيونك مفتحة، وقل له لأبو تيسير يمكن عمي أبو صياح يزورك الليلة. أمرك مختار. السلام عليكم. مع السلامة يا ابني. كله تمام يا عقيل. قسمت كياس؟ قسمتهم وصاروا جاهزين للتوزيع. عو اشرب شاي لك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. خير شو في؟ ابو النار بدي اياك بشغله مستعجله. انا جاهز تحت الضرب. ويلي بده يتحدى هي الحاره من عده، في مين بيحمي الدار بالحق يصون حده.